احمد ما يعرفه. انا ما اعرف. طيب الان ناخذ تغريدات، ايش رايكم؟ في تغريده من الجمهور، معرف اسمه هلا، تقول اشخاص بالبرنامج ماخذين الوضع جدي مره، ريلاكس، تقولكم ريلاكس، ترى معكم 90 يوم تقدمون فيها اللي تبون، الجدية بالزيادة مو حلوة، إيش خليتوا للمقدمين البرنامج؟ مو طبيعي كل ما جت عليهم الكاميرا وهم ماخذين وضعية المقدم والضيوف. فعلا تراكم شدتوها أنتم الأسبوع هذا مرة يعني. احنا ليش شايفين حيننا؟ أغلبنا ما يدري يطلع الأسبوع الجاي ولا متى. مثل عامر ما شاء الله عليه، حتى يوم جاء يطلع يلبس بدلة لبس شماغ. لا لا لا، هذا ريالتي يا أبو. الريالتي كذا. عفوا. هذا الريالتي اللي يقول الله يعلم. فبعض الشباب منكم إلى الآن ما نزل شماغ، ليه؟ في بعض الشباب ما نزل شماغ. الريالتي نواف من الناس اللي ما بعد نزل شماغ الى الان. استاذ علي من 5 سنوات. ما هو من 5 سنوات والله، من ذاك البرنامج اذكره. تفضل. بعضهم ينام الغتره في راسه عادي. هذا نواف اطراد. انا عارف، انا عارف، ما يحتاج يا اخوي. انا تلطم زي موضوع الكاب. نفس موضوع الكاب. لا الكاب ترى تقدر تعذره. قل ليش؟ لان في بعض الناس ممكن يكون عنده صلعه. نفس الشيء الشماغ. لا لا شوش طالعه من كل مكان، ما عليك. بس ما يبي ينزل شماغ، حاطه كشخه. ناخذ تغريده ثانيه. حلو الازرق الابيض. لا لي ايش رايك؟ والله بطل. انا بس هيك من الخامه بس اذاك بطل. ناخذ تغريده. تغريده هيام تقول فقره عزيز ممتعه وخفيفه لو خلت من التغشيش ولو احترم